لأهداف عدة، منها التدريب، تدريب أجيال جديدة، تدريب سياسيين، منها جمع المعلومات والإحصاءات التي تخدم السياسة الأمريكية والاستراتيجية الأمريكية، منها أيضا هدف أنا لمسته في حياتي في الغرب كتير. لو واحد من السي اي اي جاي قابلني أو يقابل سيادة اللواء أو الأستاذ الضب هنرفض نقابل، إنما لو واحد جه باسم باحث هنرحب بيه وناخده أحيانا على القهوة وناكل ونشرب معاه. بيبقوا تابعين لأجهزة المخابرات حضرتك بتقول مثلا؟ بالتأكيد صلات قائمة وقوية. وأنت قلت في المقدمة كده يا إنجي برضه. أنا